كوكو البنات، وش راكم؟ صافي لاباس؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم المنتجات اللي كنت جربتها من قبل، وراح نعطيكم الراي الصريح عليها. كاين منتجات اللي راح نعاود نشريهم ولا نبدلهم باش ما ترموش دراهمكم في كل حاجه تشوفوها. اليوم راح نهضر لكم غير على منتجات العنايه بالشعر فقط، والمره الجايه ندير لكم على منتجات عنايه بالبشره، سلسله كامله توب اور فلوب، باش الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف وتملوا منه. خلونا نبداو على بركه الله. اول حاجه اللي راح نهضر لكم عليها هذا الماسك تاع اولترا دو. كامل راح تكونوا شفتوه، دار ضجه كبيره في لي ريزو سوسيو، فيه كامل الانواع والاذواق. انا شعري جاف مع هذا الماسك، جو تاع البنان بزاف هايل البنات، خلي فيك واحد الريحه بزاف شابه، والترطيب تاعه خطير صراحه البنات، انا عجبني ويستاهل كاع ديك الضجه اللي كانت عليه. السعر تاعو البنات يدير 160، يدير 160000. على بالي بلي غالي، انا هذا راهو عندي قريب في واحد 9 شهور، استعملوه كماسك ولا في بلاصه الابخي شامبو، كي تخرجوا من الدوش ديروه في الاطراف تاع شعركم يولي هكا يرفرف حرير. بزاف هاي البنات يغدي لكم شعركم، الا شريتوه ما راحش تندموا عليه، بزاف شباب شروه وانتم مهنيين. هذا البنات ما كان استعملهش دائما، كل ما نبغي نروح الحمام نديره، ولا تكون عندي هكا كاش مناسبه يرجع لك شعرك حرير. وسختو البنات في المناسبات، كي تكون عندكم كاش مناسبه عرس ولا روح البنات، راح تولي فيكم ريحه حنان وريحته بزاف شباب. البنات ننصحكم انكم تشروه. هذا البنات نعطيه ان بيك توب، باسكو بزاف هاي البنات، وراح راهو قريب يكمل لي لكل بنات، راهو قريب يكمل لي، وغير يكمل لي راح نعاود نشريه باسكو بزاف شباب البنات وما يخطينيش. هذا سختو البنات كي نروح الحمام نبغي نديره نعاود نشيه البنات، بزاف هاي البنات ننصحكم انكم تشروه، ويلا شيتوه ما غاديش تندموا عليه على ضمانتي البنات، وبزاف هايل. ثاني حاجه اللي هو السيروم تاع سواليس، عندي مده ملي استعملته نتيجه بزاف شابه البنات. سيروم البنات نديره كي نخرج من الدوش، فغير بالسبيته باش ما يبقاليش فيه بزاف تاع الماء، نديرها على شعري يكون مشمخ، وكي نشف شعري البنات بالسيشوار شعري يولي فريمون تولي فيه واحد لابغيونس بزاف شابه البنات. هذا البنات الروج تاع لي شوفو كولوري اللي يكونوا دايرين لي ماش، درته البنات لبنت خالتي وخرج عليها، خرج على شعرها، شات لها خالتي هذا الموف بزاف حتى هو البنات بزاف شباب. البنات يدير 45 عف، نصحكم انكم تشروه. هذا البنات زيت جوز الهند، خطأ كبير، خسارة دراهمكم البنات. كي ديروا في شعركم تحسوا هكا شعركم يولي تحسل، كي شغل راكم دايرين حسل في شعركم يولي يابس حطبة البناتكم. اللي تسيبوه يتباع في البلارة تاع الزداج خطأ كبير، غير ما تروحوش وتخسروا عليه دراهمكم. ريحة جوز الهند كاع ما تشموهاش فيه البنات، هذا يدير 35 عف. على بيها دائما نقول لكم ما تشروش، نقول لكم كاين صوالح اللي يكونوا رخاص وماشي شابين، والعكس صحيح، كاين صوالح اللي يكونوا غاليين حتى هما وما يكونوش شابين. بالنسبه ليا البنات انا كنستعمل زيت جوز الهند هذاك اللي جاي تاع الحديد، غادي نحط لكم هنايا لا فوتو باش تفهموا، باسكو ما جبتهاش معايا راني عند خالتي. باب البنات يدير 90000 ويجي هكاك شغل من فوق يجي مبلع بالحديده، شتو لابواط تاع الكوفيتير كيفاش تجي مبلعه من فوق وكاع كيما هكا. هذاك البنات فريمون شباب، الهند تولي تفحفح في شعركم البنات وبزاف شباب، هذاك شباب البنات. مي هذا البنات اللي جاي ماشي كامل شباب، ما ننصحكمش كاع تروحوا وتخسروا دراهمكم عليه. نبغي نزيد الدراهم على 35 عفوا نشي حاجه اللي تكون شابه كيما هذا. هذا البنات اللي حطيت لكم لا فوتو تاعه بزاف هايل، كاع ما يخطينيش، غير يكمل لي واحد نزيد نشي واحد جديد. نجود دروك البنات للشامبوان والابخي شامبوان تاع السيف، شعال من مره نهدر لكم عليه. هذا الشامبو دريم لونغ، قالوا يطول الشعر البنات، يعني تبقاو هكا تستعملوا فيه بزاف ليكو البنات. بالنسبه لكاين بزاف البنات جاو سقساوني قالوا لي اسكو البنات فغي الوسام هكا يطول الشعر، واش نقول لكم البنات كل وحده وكيفاش شعرها، كاين الشعره تاعها تطوال بالخف وكاين الشعره تاعها اللي تبطى باش تطوال. انا وحده من الناس شعره تاعي
تبطى باش تطول، تضرب العميل باش هذاك شعري يزيد يطول، غير هكا غير فتيتها. وسمع على بيها نقولكم كل وحده وكيفاش شعرها يكون داير. بزاف شباب البنات على طب لكم الشعر تاعكم، يخلي لكم وحده الريحه في شعركم تهبل تهبل. ثاني حاجه اللي هو الابخي شامبو جاي خفيف على الشعره، وين غير في الاطراف. هذا البنات هذه الشامبو تاع السيف، ما تخنوا تاع السيف فريمون سقمت لي شعري وعندي في شعال، وانا نستعمل في هذه الشامبو تاع السيف، وراهي قريب تكمل لي حتى هي البنات، وراح نعاود نشريها وبزاف هايله. بالنسبه للشامبو البنات دير 90,000، والابخي شامبو يدير 120,000. راح نهضر لكم كذلك البنات على الشامبو والابخي شامبو تاع دوف. لكل بنات انا عندي مشكله مع لي شامبو، انا شعري لي كوسوا شعري ولا وجهي، بنات كي نستعمل حاجه وتخرج لي على وجهي ولا شعري غير نبدلها شعري ما يوليش كاع مستحملها. لكل بنات مؤخرا كيما تكونوا شفتوا في الفيديو اللي فاتوا، راني نستعمل في هذه الشامبو تاع دوف تاع الافوكادو، ماشي نوع واحد اخر، كاين بزاف انواع تاع الشامبو تاع دوف. انا زوج قبل الافوكادو ولكن ما خرجوليش كاع على شعري، يبسوه لي ولا شعري كحجره هكا يبس، وانا اصلا شعري جاي ناشف و يعني لازم له حاجه اللي فريمون ترطبه. فهذه الشامبو بزاف خرجت لي على شعري، شابه بزاف البنات، ننصحكم انكم تشروها بها بالابخي شامبو، وحتى هما البنات ريحتهم بزاف شابه. ريحتها البنات بزاف شابه، تخلي لكم هكا واحد شعركم فريمون يولي بزاف هايل. والبنات بالنسبه ليا ادمان، وما راحش نحبسهم كامل، لانه فريمون فريمون البنات سقموا لي شعري، ما خلاوه ليش هكا يكون ماشي شباب، وريحته دائما تكون هايله البنات. ننصحكم انكم تشروه البنات. نجيو دروك البنات لا كريم تاع يوسخادو تاع زيت الزيتون، سي لو ميور سوا. بزاف شباب البنات بالنسبه للبنات اللي كيفي يبغوا شعرهم يكون فيه ان فوليوم اللي يكون بزاف شباب، كي يكوافوا شعرهم فوليوم كسوا، يبغوا هكا يكوافوا شعرهم ولا يبغوا هكا لي شوفي تاعهم يكونوا بوكلي، ما يبغوش يديروا لا سيشوار بزاف كيما انايا البنات. هكا البنات كورلي به شعري، كي نجي نمشط شعري ما يتخبل ما يتخبش، ويعطيكم واحد لافون بوكلي فيه بزاف انواع البنات. انا شريت هذا يعطيكم البنات واحد لافون بوكلي بزاف شابه فيه بزاف انواع. انا شريت هذا تاع زيت الزيتون لشعر الجاف والمتضرر، نديره البنات غير نخرج من الدوش، نديره في الاطراف تاع الشعر تاعي، ونديره مام البنات في لي غاسين عادي، راح شريت اللي تحليه ولا، وبزاف هيا ننصحكم انكم تشروه. ندير البنات 120,000 ولا 140 مانيش عاقله على البخي تاعه، وبزاف هايل. دروك البنات راح نهدر لكم على هذه لاموس بوكلي 140 الا مانيش غلطه في البخي تاعها. طوها هاك نديروها ها جاياكم اموس هكا رغوة البنات. اذا خرجوا من الدوش ديروها هكا على شعركم مشمخ باش تبوكلوا به شعركم. دروك البنات للمشطه هذه اللي بزاف نبغيها البنات، هذه كنت شريتها في شعال وحده لا سيمان باسي، سقساتني قالت لي اختي من شريتيها راني في شعال نحوس عليها. البنات انا هذه راهي عند العامين 3 سنين هكا ملي شريتها، وشريتها 90,000 وبزاف شباب. ندير لكم ان ماساج بزاف هايله البنات لشعركم، ولكن هذه البنات ما تمشطوش شعركم بها ديريكتومون، لازم تمشطوه بالمشطه اللي تكون عاديه، ومن بعد تجو تستعملوا. كل البنات حنا نهضركم على هذا الليسر اللي كنت درت لكم فيديو كامل عليه. يا البنات لا مارك تاعه البنات كيما راكم تشوفوا بزاف شباب، وجاوني عليه البنات، كنت درت لكم البنات ريفيو كامل في لا فيديو في اليوتيوب، دخلوا البنات وحوسوا في القناه، غنحطها لكم في اول تعليق. اللي كان بزاف جاوني عليه الاسئله من مورا لا فيديو، بغيت البنات نجاوبكم عليها دروك. اول حاجه البنات هذا البنات كي تستعملوه ما راحش يدير لكم الريحه في شعركم. وحده قالت لي اسكو يدير الحس كي تستعمليه، ما يدير ني حس ني حتى حاجه، وشعركم
لازم البنات قبل ما تروحوا وديروا ديريكتوم تاع الخادو، يعني شعركم كي راح تستعملوا لهليسر لازم تحموه من الحراره. البنات انا ندير هذا هو الاول باش عادك خليه ينشف، ماشي ندير ليسر وشعري مشمخ حاجه باينه البنات حتى ينشف شعري. قلت لكم ندير هذه لا كريم اللي راكم تشوفوا فيها تاع الخادو تاع زيت الزيتون، ما نديش لي كريم الاخرين، ندير هذه البنات وبزاف هايله، ننصحكم انكم تشروها. نديرها في شعري ونخلي شعري ينشف طبيعي ولا نشفه بالسيشوار، ومن بعد باش عادك نجي ندير هذا اللي سر البنات اللي بزاف هايل، ننصحكم انكم تشروه. نجو دروك البنات بزاف وصلوني اسئلة على هذه لابغوس اللي كنت شاركتها معاهم بزاف، كنت سوا في الانستغرام في اليوتيوب في بزاف هكا وصلوني لي كيستيون عليها وسام وين نصيبو هادو لي بغوس. انا وحده من الناس البنات هادي كان جابتها ليا خالتي من فرنسا، مشيتهاش منها، ها هي وينا لا مارك تاعها اسمها كيلي، وبزاف هايله البنات. بالنسبه للبنات اللي ما يعرفوش يمشطوا شعرهم بالسيشوار عادي، ننصحكم انكم تشرو هذه البنات هذه لا بغوس اللي عندها اختها ولا مهم عندها كاش وحده تسكن في فرنسا، تقول لها شريها لي جيبيها لي معاك وخلصت. هذه البنات بزاف شابه، قلت لكم اللي ما تكونش تعرفها كتمشط بالسيشوار عادي، هذه البنات في 6 دقائق راح تكوني مشطي بها شعرك، تكوافي شعرك كامل، وراح شعرك فريمون غادي تعطيه واحد الفوليوم بزاف هاي البنات. مشى بالدرجات البنات، هنا تحبسيها، هنايا تحميها شويه، هنايا في المتوسط، وهنايا في العالي. البنات هذه لابغوس بزاف هايله. دروك البنات كنا وصلنا لفنت على الفيديو، جيسبر يكون عجبكم لا فيديو واستفدتوا منه، ويا نتلاقاو البنات في فيديو جاي. باي باي.